السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو أنس. النهاردة معانا جهاز جديد من شركة شاومي وهو النوت 9، ريدمي نوت 9. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل أنبوكس للموبايل وهنشوف محتويات الكرتونة مع بعض، وكمان نتعرف على سعر الموبايل والنسخ النازل منها الموبايل. فيلا بينا نعمل أنبوكس الموبايل ونشوف انطباعاتي أو النظرة الأولية للموبايل، هل فعلا الموبايل ده هيبقى كويس ولا مش كويس. طبعا ده هنبينه في المراجعة الكاملة، لكن النهاردة هنعمل زي ايه نظرة أولية أو انطباعات أولية للموبايل. فيلا بينا نفتح الكرتون مع بعض. بس قبل ما نفتح الكرتون ياريت تتأكد انك عامل اشتراك في القناة ومفعل زر الجرس ومتابعني طبعا على الفيس وعلى الانستجرام، يعني مش لازم كل شوية اقول لك الكلام دوت. يلا بينا نفتح الكرتون. الموبايل زي ما انتم شايفين كده للوهلة الاولى تحس اللي هو التليفون فعلا بريميوم شوية، يعني هتحس اللي هو يعني التليفون ماسك تليفون غالي مش تليفون رخيص. لكن صراحة اللي ما عجبنيش ان التليفون نازل بخامات من البلاستيك مش من الازاز. ده بالنسبة للنظرة الاولية للتصميم او الظهر اللي نازل منه الموبايل. طب وايه كمان اللي برضو لفت انتباهي؟ ان الموبايل نازل باربع كاميرات. طب ما ايه المشكلة؟ ما فيش اي مشكلة خالص، لكن كاميرات الموبايل فيها بروز كبير شويه. انا صراحه البروز دوت ما عجبنيش خالص. لو انتوا اتفرجتوا على فيديو النوت 10 لايت، وطبعا هسيب لكم رابط الفيديو في الاي اللي فوق ديت، هتلاقي ان ديزاين الكاميرات اللي في النوت 10 لايت يا جماعه ما فيهوش بروز تماما، ودي طبعا من الحاجات اللي عجبتني جدا في النوت 10 لايت. طبعا بتعالج الموضوع ده بجراب اللي نازل مع الموبايل، لكن انا ده ما عجبنيش في الموبايل. وطبعا العيب اللي شركه هواوي ما عالجتهوش حتى كان موجود برده في النوت 9 اس، اللي هو الكاميرا. حوالين الكاميرا كده هتلاقي فيه زي هالة سودة كده، مش عارف يعني ايه لازمتها او ليه معمولة بالطريقة دي، انا مش عارف. انا دي من الحاجات اللي بتضايقني جدا في الموبايل، ان تحس ان انت التليفون الشاشة بتاعته يعني فيها مشكلة، تحس ان انت شاري التليفون بس الكاميرا بتاعته فيها مشكلة. دي من الحاجات اللي هي يعني لفتت انتباهي. طبعا من الجميل التليفون نازل بمدخل تايب سي مش يو اس بي، ونازل فيه طبعا كمان المدخل 3.5 ملم، ودي حاجه برده كويسه. نازل بطاريه ضخمه بسعه 5020 ملي امبير، ودي برده بطاريه قويه جدا. الموبايل يا جماعه عموما نازل بنسختين، نسخه 3 جيجا مع ذاكره 64، ونازل نسخة 4 جيجا مع ذاكرة 128. طيب سعر بقى الموبايل كام؟ صراحة أنا نسيت سعر الموبايل كام، هنشوف سعر الموبايل كام وارجع لكم تاني. طيب بالنسبة لسعر الموبايل، عشان انا كنت ناسي فعلا، النسخة 3 جيجا مع ذاكرة 64 نازلة بسعر 2777، والنسخة 4 جيجا مع ذاكرة 128 نازلة بسعر 3099، يعني 3100 جنيه. بس كده يا جماعة فيديو النهاردة حبينا ان احنا نتكلم عن السعر وعن نظرتي الاولية او الانطباعات الاولية للموبايل بالنسبة للتصميم والنسبة لبروز الكاميرا بالنسبة للشاشة الكلام دوت. فانا حبيت ان اعمل فيديو ده عشان نبين بس الانطباعات الاولية، وبعد كده ان شاء الله هيبقى فيه مراجعة كاملة للموبايل. ياريت طبعا لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناة اول باول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.